شباب محمية سجل الهدف الأول. أكيد مقابلة جميلة، ثلاث أهداف في الشوط الأول. لكم الصورة مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير في الناحية المحمدية، كما كتلاحظوا معنا جمهور شباب محمدية كيشجع فهاد الاثنين الفريق ديالو. مقابلة ماشي سهلة أكيد، تطواني أمام مسؤولية صعيبة من أجل الحفاظ على هدف الفريق. هجمة، ولكن تسلل الفريق شباب محمدية فهاد الاثنين هذه مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا بالصورة. جماهير كنشوفوها سعيدة في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، جماهير شباب محمدية سعيدة في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، الكل كيشجع شباب محمدية، الكل كيتسنى الهدف ديال التعادل ديال شباب محمدية من بعد تسجيل الهدف الأول. لكم الصورة مشاهدينا الكرام بقلب ملعب البشير بعد سن قناة شوف تيفي. لكم الصورة مشاهدينا الكرام بقلب البشير. أكيد شباب محمدية من بعد تسجيل الهدف الأول غير يرجع في المقابلة، غير يرجع من أجل قلب النتيجة والتعادل. مبقى من الوقت غير ربع ساعة وغينتهي الشوط الأول، وكنشوفوا ثلاث أهداف في الشوط الأول. صراحة مقابلة جميلة، أداء نجيجة، أهداف، هادشي اللي بغينا. جميع المقابلات ديال البطولة الوطنية أننا دائما نشاهدوا الأهداف والمتعة في جميع المدرجات وأيضا أرضية الملعب. لكم صورة مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير في مدينة محمدية، نعطيكم صورة أخرى. الجماهير الوفية للفريق ديالها كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام. لكم صورة مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير في مدينة محمدية، جماهير كبيرة حاضرة ملعب البشير وجو جموع اللاعبين ديالهم. اكيد شباب محمدية تحت الضغط، اكيد هجمة مرتدة، هجمة خطيرة شباب محمدية في هذا الاثناء بن حليب، بن حليب ولكن ضائعة. جمهور يسيري في هذا الاثناء كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، جمهور كلشي حاضر، كل كيشجع الفريق ديالو، جماهير حاضرة من بعد تسجيل الهدف الأول لشباب محمدية. الجماهير رجعت فيها الروح، رجعت باش تشجع الفريق ديالها من اجل الهدف ديال التعادل، هدفين لهدف، شوط اول مميز، جمهور حاضر، لاعبين تامه في المستوى. لكم الصوره مشاهدينا الكرام، الجماهير الشبابيه اللي حاضره في ملعب البشير، الكل حاضر باش يشجع شباب محمديه. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من ملعب البشير، من مدرجات ملعب البشير. كنشوفوا التفاؤل ديال الجماهير ديال شباب محمديه في الاثناء هذه اللي من بعد تسجيل الهدف الاول رجعت الروح لهذ الجماهير هذه. اكيد مقابله جميله، غنشوفوا الشوط الثاني حارق اكيد. الشوط الاول شوط لاعبين، ثاني شوط مدربين، غنشوفوا شنو غيوقع الشوط الثاني. حنا مازال على بعد تقريبا 10 دقائق على انتهاء الشوط الاول. لكم الصوره مشاهدينا الكرام، شباب محمديه خلف المقابله، اكيد رجع في المقابله من بعد تسجيل الهدف الاول والثاني. الان الدور على شباب محمديه من بعد تسجيل الهدف الاول. لكم الصوره مشاهدينا الكرام. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، جماهير شباب محمديه سعيده في هذا الاثناء هذه من بعد تسجيل ديال الهدف الاول. شباب فريق شباب محمديه رجع في المقابله من بعد تسجيل الهدف الاول كما قلت مشاهدينا الكرام. جماهير حاضره، جماهير فرحانه بنتيجه الهدف الاول، الكل كيشجع، الكل فرحان، الكل كيتسنى، الكل كيترقب الهدف ديال التعادل شباب محمديه اللي اكيد كيلعب في الميدان ديالو امام الجماهير ديالو. الخساره غتكون صعبه امام المغرب التطواني اللي ايضا هو بحاجه لنفس الثلاث نقاط. كنشوفوا شباب محمديه الان كيضغط، الجمهور كيضغط، اللاعبين كيضغطوا من اجل تسجيل الهدف الثاني. هجمه ولكن ضائعه. كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام يسيري الان من الجماهير ديال شباب محمديه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام بعد ست شوف تافي، الجماهير حاضره فرحانه، الكل كيشجع، الكل فرحان من اجل من بعد ما تسجل الهدف الاول. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير مدينه محمديه، جماهير رائعه حضاريه. نتمنى ان المقابله
تكمل في هذا الجو جميل، سواء كان الفوز المغرب التطواني او شباب محمديه، هنا الروح الرياضيه تكون حاضره بين هذه الجماهير اللي حاضره معنا اليوم. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من امام ملعب بشير، من عفوا من مدرجات ملعب بشير مدينه المحمديه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام. الشيء اللي بغينا نشوفه مشاهدينا، بغينا دائما نشوفوا الجماهير حاضره بقوه، يكون تشجيع حضاري، بغينا الشباب، بغينا الجماهير كامله تخرج فرحانه سواء في الفوز او الخساره او التعادل. الشباب من بعد، الشباب المحمديين من بعد تسجيل الهدف الاول، يعني دخلت في المقابله كنشوفوا خطر كبير اللاعبين ديال الشباب المحمديه. المغرب التطواني من بعد تسجيل الهدف الثاني رجعوا للوراء، يعني خلوا الفرصه اللاعبين ديال الشباب المحمدي انهم يدخلوا في المقابله وانهم يسجلوا الهدف الاول. ان شاء الله مازال شباب الجمهور ديال الشباب المحمدي كيشجع والكل حاضر من اجل التشجيع ديال الشباب المحمدي. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في البث المباشر من امام مدرجات ملعب بشير مدينه المحمديه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام، هجمه خطيره الان شباب محمديه، هجمه خطيره شباب محمديه، ولكن الحارس كيتدخل في الاثناء هذه مشاهدينا الكرام. شباب محمدي كيحاول ان يضغط بقوه من اجل الهدف ديال التعادل باش يخرجوا بنتيجه التعادل في الشوط الاول، كيف ما شفنا وكيف ما عرفنا جميع هدفان في الدقائق الاولى من شوط المقابله الاول. بعثروا الاوراق ديال شباب محمديه، شباب محمديه دخلوا في المقابله في ثلث ساعه الاخير ديال المقابله، دخلوا في المقابله كنشوفوا ضغط، كنشوفوا شباب محمديه كيتحكم في الكره. المغرب التطواني كيلعب على هجمات مرتده، ولكن شباب محمدي كيحاول يضغط بقوه على مربع العمليات ديال المغرب التطواني من اجل تسجيل الهدف الثاني. كنشوفوا الان جماهير شباب محمديه كتشجع الفريق ديالها من اجل تسجيل الهدف الثاني. لكم صوره مشاهدينا الكرام من مدرجات ملعب بشير مدينه المحمديه، كنقول لكم صوت الصوره مشاهدينا الكرام. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في الاجواء الجميله من ملعب بشير. شباب محمدي كيحاول يضغط بقوه، كنشوفوا اللاعبين ديال المغرب التطواني يعني تائهين الان في ملعب بشير، كيحاول انهم يلعبوا على الهجمات المرتده. شباب محمدي ماشي في الصالح ديالو انه يرجع للوراء، الان هجمه مرتده المغرب التطواني ولكن ضايع الدفاع ديالو. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، شباب محمدي كيحاول انه يضغط بقوه في الاثناء هذه قبل من انتهاء الشوط الاول من اجل تسجيل الهدف ديال التعادل. كنشوفوا ارتخاء في اللاعبين ديال المغرب التطواني، كيحاولوا انهم يرجعوا للوراء. شباب محمدي كيحاول ان يضغط بقوه على مربع العمليات ديال المغرب التطواني من اجل تسجيل ديال هذا التعادل. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في هذه الاجواء الجميله من ملعب البشير، جماهير حاضره، جماهير غفيره جات تشجع، هجمه خطيره الان شباب محمدي ولكن ضايعه بن حالي كيضيع الكره وسط الميدان. سيريا جماهير صراحة الكرة المغربية جمهور كبير، يعني جمهور أكيد يكون متعصب حالة ضياع كرة أو الهزيمة، هادشي كنعرفوه الجماهير المغربية، أكيد جماهير دائما كتسنى الفوز والأداء والنتيجة. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في الأجواء الجميلة من ملعب بشير مدينة المحمدية. الكرة الآن كتلعب بوسط الميدان، كرة بين لاعبين شباب محمدية والمغرب التطواني، ركنية الآن لصالح المغرب التطواني. المغرب التطواني كيحاول يحافظ على النتيجة وأيضا كيحاول يلعب على الهجمات المرتدة باش يقدر يسجل الهدف الثالث باش يحاول يحسم المقابلة مع شباب محمدية. شباب محمدية من اللي رجع الهدف الأول، يعني بعثر الأوراق ديال المغرب التطواني، المغرب التطواني كيلعبوا اللور ما كيقدروش أنهم يخرجوا، كيلعبوا على الهجمات المرتدة باش يحاولوا أنهم يحافظوا على النتيجة. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في الأجواء الجميلة من ملعب بشير مدينة المحمدية، جمهور حاضر بقوة من أجل التشجيع ديال الفريق ديالو. لكم الصورة مشاهدينا الكرام من ملعب بشير بالمحمدية. الحمامة البيضاء حاضر بقوة، وأيضا البانداروسا المشجعين ديال الشباب المحمدية أيضا حاضرين من أجل التشجيع ديال الفريق ديالو.
لكم الصوره مشاهدينا الكرام، تعصب ديال الجماهير شباب محمديه حاضر مقوم ملعب بشير، يعني هيستيريا جماهير كل كيتسنى تعادل ديال شباب محمديه باش قدروا انهم يرجعوا في مقابله، وهاد الجماهير انها ترجع الانفاس ديالها. اكيد كانت صدمه كبيره لجماهير شباب محمديه بدايه المقابله، هدفين في 10 دقائق يعني بعثت الاوراق ديال شباب محمديه. اكيد الماتش تكتيكي اللي لعب به رشيد روكي خلى شباب محمديه انه رجع في الماتش جاب الهدف، مازال هدف كينتظر شباب محمديه باش يرجعوا في المقابله بالتعادل. خلوكم انا مشاهدينا الكرام، جماهير حاضره، جماهير كتنتظر الهدف ديال التعادل قبل انتهاء ديال الشوط الاول. ما بقى الا من الا 5 دقائق وغتنتهي المقابله. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب بشير مدينه محمديه، هجمات الان متتاليه للفريق شباب محمديه مع تسجيل ديال هدف التعادل. خطيره الان مشاهدينا الكرام وضائعه شباب محمديه كما كتلاحظوا معنا في السيريا الجماهير، جماهير شباب محمديه يعني بحال لعبه في التيران، يعني ما كرهوش انهم يسجلوا بلاصه اللاعب اللي ضيع الكره. لكم الصوره مشاهدينا الكرام، جماهير سعيده رغم الخساره ولكن كيتفائلوا خير بالاداء ديال اللاعبين بالهجومات المتتاليه لفريق شباب محمديه. لكم الصوره مشاهدينا الكرام من قلب ملعب البشير من مدرجات ملعب البشير. جماهير شباب محمديه حاضره بقوه كتشجع الفريق ديالها، كره كيحتفظوا بها لاعبي شباب محمديه اكثر من لاعبي المغرب الشيطواني. كنشوفوا شباب المغرب الشيطواني من بعد الهدف الثاني يعني كيرشيخ كبير ديال اللاعبين، يعني من بعد سجل الهدف الاول ديال شباب محمديه دخلوا في المقابله في ضغط اكثريه بالهجمات المتتاليه. الان هجمه ضايعه بن حليب، ضيع الجماهير ساخطه على بن حليب، على الفرص اللي كيضيع بن حليب، على الكرات اللي كيكون في الارجل ديالو كيضيعهم. لكم الصوره مشاهدينا الكرام، رغم الخساره جماهير ديال شباب محمديه كترقب لحظه بلحظه الهدف ديال التعادل. كل هجمه كنشوفوا الوقوف ديال الجماهير ديال شباب محمديه، هذاك الشيء لا شعوري كيوقع للجماهير ديال شباب محمديه. الحب ديال كره القدم، الحب ديال شباب محمديه كيخلي الجماهير انها تعصب على كل كره كتضيع لشباب محمديه، ما بغاوش ان الفرص تضيع وان شباب محمديه تخسر في قلب الملعب ديالها. صراحه المقابله جميله، 3 اهداف في الشوط الاول، صراحه مستوى كبير الشوط الاول ديال شباب محمديه والمغرب الشيطواني. انتظروا نهايه الشوط الاول وانتظروا شوط المدربين نشوفوا شنو غيوقع. اكيد المقابله غتلعب على جزئيات بسيطه، اللي غيقدر انه يكمل هذا النهج الضغط في المقابله وما يضيعش فرص اكيد هو اللي غيفوز المقابله. شباب محمديه كنحاول نشوف شباب محمديه كيضغط بقوه، يعني كيحاول انه يوصل المربع العمليات ديال المغرب الشيطواني من اجل تسجيل ديال هدف التعادل. اكيد بعد قليل غتنتهي الشوط الاول، ما بقى الا 3 دقائق وغتنتهي المباراه بشوطها الاول. مشاهدينا الكرام غنقطعوا المباشر وغنعودوا بعد قليل. السلام عليكم.